شيخ الغفر افهمتني في الاكمل. امال ايه يا ولد؟ يا عليه عليك وعلى نبهتك. انت لو شيخ غفر بجد تبقى عارف العمدة عايزنا في ايه. انت واد تافه. انت بتشتمني يا اهل البلد؟ شايفين؟ شاهدين؟ سامعين؟ استخرج من الجمله جمع مذكر سالم. انت يا ابني غفير ولا موجه عرب؟ انا مذاكر النهارده وجايلك. لا بقول لك ايه، انا ما عنديش حمل الوجع الدماغ دي. انت مش عارف العمده عايزنا في ايه وعامل عليا انا شيخ غفر؟ يا ابني بلا العمده بلا بتاع، انا ما كانش اصلا طموحي اكون شيخ غفر. امال طموحك تكون ايه؟ كان نفسي ابقى مقدم. مقدم شرطه؟ لا مقدم برامج. ايوه، وابقى زي الاستاذ جورج قرداحي، خضار من غير لحمه. ايوه، وتكسب الناس واعمل برنامج من سيربح الجاموسه. وهلا بقى معانا ابن ميكو نافه، صار معاه ديل الجاموسه وورك الجاموسه ودراع الجاموسه. يا رب اكسب الزلموكي. السؤال قبل الاخير، اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. اذكر نوع الحلوى اللي اشتغل فيه. 1 صوابع زينب، 2 رموش الست، 3 لديده ولديده. احذف اجابتين. حذفنا اجابتين، بقي معاك 1 صوابع زينب. مفيش غير صوابع زينب؟ ايوه. ما بحبهاش. يا دي اجابه واضحه يا ولد. خلاص اخد انا زينب وخد انت الصوابع. يا ابني هتاخد زينب تاخدها بصوابعها. ماشي ماشي اخدها. كسب معانا ابن ميكو نافي. السؤال الاخير على راس الجاموسه، البركه فيه 1 القليل، 2 الكتير، 3 البطيخ. لا دي سهلة، بس أنا يعني محتار ما بين البركة في الكتير ولا البركة في البطيخ. يا ابني واضحة والله. أنا أخد رأي الجمهور. يلا هلا الجمهور، حضروا حالكم لساعد ابن ميكو نافه. ادوك 100% الإجابة الأولى، البركة في القليل. الحمد لله، بس دي برضو 100% مش إجابة مؤكدة يعني. بص أنا اتصل بصديق. اتصل بصديق معاك 30 سنة من أول ما تقول ألو. ألو ألو الو يا اخوانا، حد يرد عليه. هو الخط قاطع ولا ايه؟ مش عارف انا. الو الو يا محمد. محمد ايه يا راجل فينك؟ ولا ايه عامل ايه يا محمد؟ محمد ايه يا وحشني والله. انت وحشني يا محمد. ادي استنيتك امبارح على القهوه قعدت اشرب كرسي محسن ما جيتش. الله صحيح امك يا خمسه. ايه محمد بعت لنا فطرتين يا ايه محمد؟ بقول لك لا، ده تليفون برنامج بتكلم ببلاش براحتك. ايه محمد؟ بقول لك انت عامل ايه؟ انت منور التلفزيون. ايه ده يا استاذ، انا لسه ما سالتوش. يا ابني الوقت انتهي. لا اهجز مده ثانيه انا. وانت واقف في سنترال ابو نسمه؟ طب وانا اعمل ايه دلوقتي يعني؟ يا ابني قدامك حل من الاثنين، قدامك حل من اثنين، يا تقبل اجابه الجمهور البركه في القليل يا تنسحب. لا بص انا ما احبش المجازفه، انا انسحب والبركه في القليل. غبي! شليت امي. انت قلبت سعد الدالي ليه كده؟ مالك في ايه؟ كل ده بسببك انت. عرفت ان انت غفير مش مصروف لك سلاح ليه؟ والله لا انت عشان انت متخلف. انت 5%. انت اللي بتسال اسئله صعبه. انت تسكت خالص. بص يا ولد، شوف اهل البلد اتاخروا ليه؟ العمده قدامه ربع عاية ويخلص. يخلص ايه؟ حصه اليوجا. لا لا يبقى نجهز. يلا بسرعه. يلا روق الساحه. يلا يا شرابي. ايه ده؟ انت طالع شرابي؟ ايه ده؟ يا شيخ البلد وصل، اتفضل يا شيخ البلد. يا تعالى الحمارة هتملص مني. وانت برضه غريب يا شيخ البلد، حد يلبس الحمارة جلابية؟ يلا انا اللي لابس الجلابية. سلام عليك. ازيك يا عطيه، عامل ايه؟ الحمد لله يا شيخ بلد. والله العظيم وحشني والله. الحمد لله. انت عامل ايه يا راجل؟ انا زي الفل. كويس والله العظيم. انت كويس؟ والله العظيم كويس. انت اخبارك ايه؟ والله العظيم انت كويس. انت ما تزعلش. انا قلت لك انت مش هتعرف عندي. اوعى تعفو. صباح الخير يا شيخ البلد. صباح النور يا زين. ايه جايبيننا على الصبح على ملا وشينا كده ليه؟ اهو العمده قال لي لامكم لميناكم. والله والله العظيم وايمانات المسلمين هتطلع حاجه تافهه وهايفه. حكيماني عارف العمده بتاعنا دي يموت في التفاهه والهيافه زي ايه. اي والله عندك حق، ده راجل دماغه فيها تونه مفتته. ايه فاكر فاكر يا ولا لما اتفرج على فيلم التجربه الدنماركيه وطبق علينا نظريه الست نيكول ثابت وقلعنا هدومنا سلوته وجرنا السلوطه بنقطه بنجري في الخفر نجري نجري. ايه العيال الصغيره هاصت في اليوم ده كان يوم يلا بس الحمد لله برضو نحمد ربنا. كان ممكن يتفرج على فيلم ثقافي ويطبقه علينا يعمل احمد رزق وما نعرفش يعمل ايه، ولا يتفرج على فيلم كارنك وتبقى مصيبه سودي يعمل فيها فرج. ايوه
يا لهوي على اللي كان هيعمله فينا فرج، كان هيفرتك لنا السديري. الحمد لله ربنا عافانا. كنت هتتبهدل انت قوي في الموضوع ده. اي والله انا ما عنديش غيره، بس اقول لك يا خبر بفلوس كمان دي هيبقى ببلاش. صح يا ولا صح. وعلى رأي المثل ان جات لك الجله في الجلابيه امسحها في اللي جنبيه. لحظه، عشان انت راجل مهزق واني ما بفهمكش، انا عايز اسالك سؤال، ده مثل؟ لا دي تويته. تويته؟ ايوه انا احب اتوت، اجيب توت واتوت وانا امشي اتوت في الشارع. بقول لك ايه يا شيخ البلد؟ إيه؟ ما تتوتش مني في الموضوع. الحق انت عندك ارض في القاهره؟ لا ليه؟ بس كل ما افتح التلفزيون يقولوا ارض الجلف وارض الجلف، مش دي ارضك؟ اكيد جلف غيري، ما فيش غيري يعني. اكيد بس انا كلت من عندك شويه سندوتشات عسل، عسل والله من المحل عندك. محل ايه؟ البنك. ايه لا يا عم اكيد بغل غيره، هو مفيش بغل غيري انا ولا ايه؟ بقول لك ايه، نجرب اعمل لنا كوبايتين شاي كده نصطبح قبل ما العمده ايه. انت سخن، انت عايز حاجه تطلع من دوار العمده؟ ده طخ اخوه عشان سندوتش مربى. يا مجنون والله العظيم، انتوا بلد مجانين كلكم. شيخ البلد يا شيخ البلد، ايه دي يا شيخ البلد؟ ايه الحمارة الجديدة اللي انت جايبها دي؟ شفت يالا دي عليها رجول فظيعة. إيه؟ بس انا لقيت عينيها عمالة تدمع كده، قلت اقعد معاها تفضفضلي. والله العظيم قعدت معاها فضفضيت لها، سمعت لها والله. صعبت عليك؟ والله ما هي البهايم بتحس ببعض. إيه؟ بس انا برضك ما رضيتش اعكسها، خفت لجحش يزعل. لو انا هزعل ليه؟ انا قلت برضو يعني يكون عندك. بهدلنا حضر كده. انت لسه شفت حاجه؟ انت نصاب يا حرامي، انت ايه اللي ماسكه في ايدك دي؟ انا ماسك مطوه عشان لو اي جن ركب اي واحد قالوا فيها جن. لا ده احنا اشيه. ايه ده، انت بتحضر العفاريت ولا بتثبتهم؟ بس يعني انت انت قاضي يا دجال يا نصاب يا حرامي، ايه اللي جابك هنا؟ دي قعده كبارات البلد. انا ما جيتش من مزاجي يا اخوي، انا يا سيدي الرشاح جالي بالليل. جالي بالليل وقال لي فيها فيها ده دجال، ده تفضل قاعد كده والعمده يجمع كل القريه وانت ما تروحش؟ ليه؟ هو تهبل ولا اهبل؟ طب والله العظيم انت عيل دجال ونصاب وحرامي، ولا جالك رشاح ولا جالك نيلي. اقسم بالله اسخطك قردي دلوقتي. والله العظيم ما تقدر اوديك. والله العظيم اقدر اسخطك. بس لا اسخطك قردي وتبقى زيي. استغفر الله العظيم. لا خلاص. ايوه كده نحترم نفسنا، انا عارف اللي انت زعلان مني. ايوه زعلان، فاكر لما ميلت عليا وقلت لي لو عايز تخلف اجري حوالين التين عمال؟ في ليلة ضلمة مش ماشيلي في عز الظهر قالع لي مالته بتجري على الترعي. ايه ده، هو جري مالته في عز؟ والله العظيم في عز الظهر قالع مالته ماشي على الترعي وبيسمع حماقي ومبسوط. طب مش كنت تقولي كنا نجيب الموبايل نصوره ونولع الانستجرام؟ يا ولا احنا فيها، يا معاك الموبايل معايا، تعال نعمل له فيديو دلوقتي. يلا اهو معانا دلوقتي شيخ البلد اللي ما بيخلفش. يلا خمسه بوه، خمسه هوانيو، خمسه الوفاء. يلا يالا نزل الفيديو ونلع الدنيا. بس انت هو بس يا رجاله يا نصاب يا حرامي. خلاص ما سمعتش انا في ليله ضلمه دي، ما سمعتها بالذات انا يا حبيبي. بس على العموم سيد الرشاح جالي تاني. هو بيجي لك ولا بيلبسك؟ اسكت. قال لي عشان تحل مشكلة الراجل ده هي كلمة واحدة اللي هتحل كل حاجة. عليك نور، ايه هي بقى الكلمة اللي قالها لك؟ قال لي عشان يخلف لازم يتنيل يتجوز الأول. ايه دي؟ هو أنت عايز تخلف من غير ما تتجوز؟ ما أنا رايح لدجال.
ما انا لو متجوز وعايز اخلف بروح لدكتور عمرو الديسي. ايوه يعني انت عايز تتكسر ذاتيا يعني؟ ما تجننوناش معاك والله. اهبل عيل اهبل. عيل ايه؟ خلاص بس اهدى ايه؟ اهدى بس يا حاج سالم. خد بس اقول لك على حاجه، العمده جاب اكل جوه الدواره ولا لسه؟ ده جايب بطه جوه عليها رجلي. انا مالي النهارده ببص للحيوانات بصات مش كنت لسه بتكلم على الحماره في ايه؟ ده تفسروا بايه ده؟ تقريبا عجز يعني. بص يعني البني ادمين مش راضيين يتعاملوا معاك يتعامل مع الحيوانات عادي. انا جوه الاكل جوه كله. لو في اي اكل قول لي على طول. ما تقلقش ده في بطايه جوه. يا يلا سلام. انت بتخبط العب ليه؟ خش يا حبيبي مستني حد يفتح له. ده دجال يعدي من الباب وانت اي كده عبيط. دجال ونصاب وحرامي. ما انت اي عبيط في البلد بينصب عليك. طب هات بقى الفلوس اللي نصبت عليها فيها يا اخوي. قصدك يعني ان انا عبيط؟ ده انت اهبل. انت بتشتمني يا شيخ البلد. ايوه انا محترمك والله بس عشان سنك. والله اديك بالجزم على بوزك ولا تعرف تعمل اي حاجه والله. جمعت اهل البلد؟ جمعتهم كلهم الا المعلم زرزور، قالوا لي بس ان هو لسه في البندر لسه ما جاش. اول ما يجي هيبلغون على طول. انا جيت يا بلد معفني. انا جيت يا بلد منتني. ازيك يا شيخ البلد؟ ازيك يا معلم زرزور؟ عامل ايه يا دي يا شرابي؟ تمام الحمد لله. ده انا شفت حاجات في البندر يا اولاد. باين باين على اللبس. الله فظيع اللبس دي. ده اديداس. اديداس انت لسه شفت حاجه؟ ده لبس ده حاجه خفيفه كده، انما انت ما شفتش بقى يا شيخ العمده. مين شيخ العمده دي؟ انت ما شفتش بقى يا شيخ البلد. ايه انت ما شفتش بقى الموضه وصلت في ايه بقى في البندر؟ الرجاله بنطلونات بقت الموضه تبقى ساقطه لحد هنا. وبيقول لك كل سنه هتنزل شويه عن اللي قبليه لحد ما كمان كام سنه هتبقى لحد هنا والرجاله هتمشي كده. ايوه الموضه دي قديمه انا عارفها من زمان. ليه؟ من وانا عيل صغير اما احب اخش الحمام بنزل البنطلون وامشي كده. يا ريم. ايوه ثواني انا عايز افهم بس، يعني هو القمصان هتغطي لحد البناطيل؟ لا القمصان العكس هتطلع لفوق ودي. يعني القمصان فوق والبناطيل تحت؟ اه. طب والفرق ده مين هيعالجه؟ المتحرش. ايوه صح المتحرش ده مش هيسيبه حد في حال. اه ده انا شفت حاجات يا اولاد. ده كمان ايه بقى موضوع اللبس دي هيريح كتير، لان المتحرشين مش هيعرفوا يفرقوا بين رجاله وستات. وهو الرجاله تشيل عن الستات شويه. يعني احنا نشيل عن الستات واحنا نشيل الطين؟ في ايه ده؟ اذا كنت قلب الجلابيه وبتحرشوا بي. يلا انت شكل حكاوي كتيري. اوصل انا الكشك اجيب لك حاجه ساقعه تقعد تحكي لنا براحتك. لسه هتجيب حاجه ساقعه وتفتحها ده انت قديم قوي. ده انا شفت في البندر مكنه نزلت فيها الحاجه الساقعه تحط الفلوس تنزل لك الحاجه الساقعه. صح والله. والله رحت وقفت قدامها احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه، احط فلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. جالي واحد قال لي خلاص يا عم الحاج خلي الناس التانيه تشرب. قلت له ثلاثه بالله العظيم ابدا، طول ماني بكسب مش ماشي من هنا. احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. بتكسب انت فلوسك راحت في المكنه. المهم المتعه يا اهبل. على رايك منور. إيوه. الحمد لله على السلامه. انت عارف يا واد اغرب حاجه شفتيه ايه؟ ايه؟ الفنان محمد فؤاد. صح والله. اه ماشي انا في الشارع لقيت واقف في لجنه واللجنه مبهدلينه ومش عايزينه يمشي وهو عمال يغني لهم. غنى ايه؟ رابط حزامي وماشي من غير صوت، طفيت جنبي والكاسيت بريموت، اشرب سيجاره طفي من بره، مجروح وبصرخ يابا بس من غير الصوت. الله الله الله. عجب صوته قوي بقى، عجبه صوته اداله 3 سنين الحمد لله. الله. بقول لك ايه؟ ايه موضوع الاجتماع ده يا ولد؟ اسال شيخ البلد انا ما اعرفش. ايه الموضوع ده؟ العمده عايزنا في حاجه هنعرفها دلوقتي. طب انا اروح بقى البيت. البيت اجيب البيت ليالي بيتي ونيجي على الاجتماع على طول. خلاص ماشي. كتك دهية في رزالتك. ماشي. السلام عليكم. سلام يا معلم زرزور. ورحمة الله وبركاته. ايه دي؟ شفت المعلم وهو بيغني؟ شفت البندر. ايه ده؟ ده جاي من عرب جوت تالنت ده ولا ايه؟ والله شفت صوته بس انا سقفت له وصوته كان وحش. ايوه. بس بقى عشان يمشي. يلا. يلا. خد يا هلا ايه الزغارات دي؟ امك هتتجوز تاني؟ ما اعرفش والله. امي ايه؟ امك دي ارنبي عماله تتجوز كده اي حد؟ في ايه؟ لا لا انا امي في